حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمعكم ونسمع آراءكم وأصواتكم فيما يخص كل موضوع نطرحه في حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون علينا من داخل العراق، عندكم ذني الرقمين، تقدرون تتصلون بنا بأي دقيقة من دقائق البرنامج من زاخو إلى الفاو. أما الرقمين اللي راح تشوفون هنا ذني مخصصات إلى الخارج، فعندكم 4 أرقام للاتصال، ذني الاثنين لخارج العراق وعندكم 2 قبلها لداخل العراق، فأربع أرقام تقدرون تتصلون بنا بأي دقيقة من دقائق البرنامج. أما هذا الرقم، هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب لحد أنا كواي ناس تدق على رقم الواتساب ما تقدر تحصلنا أو ما نقدر نجاوبهم لأنه ما يبين يمي، فرقم الواتساب مخصص بس للرسائل، فأتمنى أن تكون الرسالة مكتوبة مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نجاوبك أو نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي شفتوه بالبداية ذولا ثوار تشرين اللي وصلوا إلى مستشفى الحسين التعليمي اللي صار به حريق وراحت به ضحايا نتيجة أخطاء كثيرة، ومن ضمنها نعرفها مثل ما صار بمستشفى ابن الخطيب، هي ماكو منظومة إطفاء وماكو أمان وماكو منظومات سلامة وما مبنية بالطرق الصحيحة. كل هاي الأمور احنا ما تهمنا، اللي يهمنا اليوم بحلقة اليوم اللي صار وراء الحريق. اكو اليوم صراع ما بين المحافظ وما بين أتباع التيار الصدري. محافظ ذي قار على أساس نشر شيء على صفحة الفيسبوك مالته، على صفحة تويتر، بعد فترة طلع وبين أنه هذا الشيء ما له علاقة به ونفاه، وكتب رسالة. هاي الرسالة اللي نشرت اللي نفاها، وبعدين طلعت ردود أخرى من شخصيات أنه ما يحتاج تنفي لأنه الصفحات هي صفحاتك الرسمية اثنيناتن دا تنشر نفس الشيء وبنفس الوقت. لكن قبل ما ندخل بالرسالة وبالرد وفي كل هذه الأمور، خلونا نسمع محافظ ذي قار إيش قال بلقاء صحفي. لقاء جارية لمعرفة أسباب الحريق ومسبباته، لحد الآن لم ينتهي التحقيق ولا نصل إلى صورة واضحة للأسباب. هناك روايات مختلفة، احنا ننتظر نتائج التحقيق من قبل الجهات المختصة، وبعدها ممكن يعني تكون لدينا صورة واضحة وصحيحة عن السبب. لا ننفي أن يكون الموضوع مقصود ولا نثبته بالتأكيد، ننتظر نتائج التحقيق. لكن تزامن الحرق مع تهديدات، مع تصعيد من جهات أو شخصيات معروفة في المحافظة قامت بأعمال دفع مجاميع لإعداد شغب وفوضى في المدينة، وهذه الأمور كانت يعني موجودة قبل أيام في شارع ذي قار. تزامن الحرق مع هذا التصعيد، لذلك البعض يربط ما جرى. هذا اللي قاله محافظ ذي قار بلقاء صحفي، يعني هو يقول صار الحريق ويا التهديدات. إذا تردون تعرفون ماهية التهديدات راح نعرفها، بس عندنا اتصال سعد من الكويت. حياك الله يا سعد. يا هلا بك يا أستاذ، يا هلا بالنسمي، تحية لك وللقناة يا أستاذ. حياك الله أخوي. أستاذي، أولا ندين تكميم أفواه الأحرار الأوفياء، ندين تكميم الأفواه. وثانيا يا أستاذي، أنا تألمت كثيرا بسبب الحريق مشفى الحسين، يعني شهداء الحريق، شهداء الحريق يا أستاذ. أنا ضربت عن الطعام 17 ثانية. وبعدين يا أستاذي، يجب على البرلمان والحكومة متابعة هذا الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية يا أستاذي. ونتمنى يا أستاذي من يعذب العوادم، نطالب من السيد الصرخي، السيد الصرخي وكذلك السيد الدكتور الوائلي يشور بيهم. يعني إذا وراء هذا العمل الحريق يعني أحد مثلا متعاطي عمل هذا الحريق يجب يعاقب بالدستور والقانون. وآخر الكلام، نتمنى حماية الأرواح المحتجين والمعتصمين يا أستاذي، وأيضا كذلك المتعاطي الذي عمل هذا الحريق يجب يحاسب حسابا شديدا يا أستاذي. وندين التهكم والتهويل. وتحياتي لك يا أستاذي وللقناة وللبرنامج. حياك سعد، شكرا جزيلا لك أخ سعد.
بداية أحمد الخفاجي نشر رسالة بالبداية وبعدين نفاها للرسالة، بس الرسالة موجود نصها يمي، ما لنا علاقة بالبداية من دا يحكي شلون استلم المنصب وشنو الإشكاليات وشنو بيها المحافظة وشنو الوضع الأمني بالمحافظة، لكن تساءل عدة تساؤلات الأخ أحمد الخفاجي لما قال يا سيدنا، هو دا يحكي ويا الصدر، هل تعلم بحجم الفساد الذي واجهه المحافظون السابقون؟ ولا أنزه هنا أحد بقدر ما أريد تبيان حقائق. هل تعلم أن لا مشروع تبليط أو فرش مقرنص أو وضع ألعاب أطفال أو مد شبكات مجاري بدون ما أن يتم إعطاء كوميشن للجنان الاقتصادية التي يتربع عليها شخصيات نان التركيز يقولون إنهم تابعون لك وبعضهم يتحدث بلسان المكتب الخاص بك؟ هل تعلم أني قبل أسبوعين طالبت بإقالة مدير صحة ذقار لفشله الواضح، لكن تدخل أحد نوابك في البرلمان وهددني وهدد أي شخص يمس مكانة مدير صحة الناصرية، وفعلا رفض طلبي من قبل الوكيل الفني لوزارة الصحة الذي هو الآخر يتحدث وكأنه منكم؟ هل تعلم بالتهديدات التي أتلقاها أمام كل تحرك أقدم عليه باتجاه أي شركة أجنبية لأدعوها للاستثمار في المحافظة، وكان آخرها الشركة الصينية والشركات التابعة للعتبات المقدسة، وأيضا تعرضت للتهديد بالقتل أو أن أعطيهم نسبة 20% من العقود الاستثمارية؟ وهل تعلم بالمجاميع المسلحة التي تغير ليلا على منازل الناشطين في الناصرية وتخطفهم، وأتدخل توسلا وقوة لإخراجهم، لأني أعلم أن أي مواجهة بهذا الجزء ستتحول لمعركة لا تبقي ولا تذر؟ آخر شيء كاتب أحمد خفاجي يقول: واعلم يا ابن الطاهرين والمضحين أن أنصارك ومريديك هم رأس الفساد في ذقار، واعلم أن هذه الكلمات قد تؤدي بحياتي وحياة عائلتي، لكنها رسالة الأخيرة. هذه الرسالة لما نشرت موقعها أحمد خفاجي محافظ ذقار بتاريخ 14 تموز 2021. لما نشرت هذه الرسالة بعد دقائق نزل الرد أو نزل النفي من قبل المحافظ نفسه، ليطلع لنا شخص ثاني اللي هو الدكتور غايب العميري يقول لا داعي للنفي، الصفحتين تنشر نفس المنشورات وبنفس الوقت، وعلى الشخصيات أن يكون أكثر شجاعة أو على الشخص أن يكون أكثر شجاعة ولا يحاول خلط الأوراق ولا يحرق المحافظة من أجل كرسي زائل. دماء أبناء الناصرية أقدس من كل منصب، لعنة الله على كل من يتاجر بدماء الشعب، وسوف لن نسمح بمرور ذلك مرور الكرام وبالقانون إن شاء الله. غايب العميري أرد أسألك سؤال: من 2019 لليوم الناصرية نطت ما نطت من شهداء وجرحى ومصابين وأكو بيهم إصابات دائمة، شو ما فكرت بيها؟ أنت ذا تقول لا ولا يحرق المحافظة من أجل كرسي زائل، لعدد سووا أنت شنو؟ إذا على منصب مدير صحة أو على منصب أي منصب كان. صباح من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا فاجعة المستشفى الناصرية هي لا الأولى ولا الأخيرة، لأن الحكومة حلة لمدى ربال أرواح الناس نهائيا، ما تهمها أرواح الناس، اللي همهم الانتخابات القادمة والكراسي اللي قاعدين عليها والفائدة المادية اللي جاي تدخل لهم والأموال اللي هربوها خارج العراق إلا لعوائلهم. هاي أرواح الناس يعني عندهم هيك، ما أعرف شلون يفكرون، يعني ما راح تحاسبون كمحافظ ومدير صحة وزير صحة اللي اتضح انهم كلهم صدريين. يعني طلع محافظ ذقار وحكى ونزل بيان رسمي ان مدير الصحة راد يقيل مدير الصحة ما قدر، اللي توسط له برلماني من سائرون واللي لغى القرار وكيل وزير ما اقال مدير صحة ذقار. شلون تسمحون لانفسكم تبنون مستشفيات من السندويتش وهو هذا معرض؟ اولا درجات حراره العراق الان بسبب السياسيين صعدت درجات الحراره في الارض وغيره والمناخ، لان ما همهم لا زراعه ولا تحسين التربه ولا السدود يملوها ولا كثره المياه بالبلد، جفاف بجفاف وارتفعت درجات الحراره بالعراق بسبب اهمالهم هم. فهذا السندويتش اكيد تجي درجات حراره، واكثر الناس الشهود العيان قالوا فعل فاعل. من المستفيد من هذا الوضع ومن اللي استفاد من الانتقام من مدينة الناصرية؟ منه إلا مصلحة غير الحشد والميليشيات الولائية؟ فهاي أرواح الناس اللي احترقت، يعني أنت ما راح تقفون أمام الله وتتحاسبون على كل بشر هيك انحرق؟ يعني ناس مرضى
تنحرق تحرقوها حرق يعني العراق شو تريد تسوون بعد بيه؟ مصطفى الكاظمي راح يشكل لجنه تحقيقيه مثل ما شكل لجان تحقيقيه بالحرائق السابقه من محاصيل زراعيه من مستشفيات وكل نتائج ماكو، لان يعني هم كلهم يعني من طينه واحده. صدقني استاذ اثل، مصطفى الكاظمي من ارتدى لبس ملابس الحشيد وزارهم ويزور الجرحى ويلبس ملابس الحشد، هذا يدل على انه جزء من الحشد وما اتخذ اي اجراء ضد كل اللي انقتلهم والكواتم اللي شرت عليهم على المتظاهرين وعلى خطف النساء وعلى الاغتيالات اللي جاي يصير. انت جهاز مخابرات كنت تقوده قياده فاشله وعندك المعلومات وتعرف حزب الله وسرايا السلام وبدر والعصائب والنجباء هم اللي بيدهم السلاح اللي خارج نطاق الدولة وهو اللي جاي يقتال، وهو ما يسمحون هاي اللي عندهم مكاتب اقتصادية، هاي جديدة صايرة صار لها 4 سنوات 5 مكاتب اقتصادية لكل الميليشيات حتى مقتدى الصدر كلهم عندهم مكاتب اقتصادية، ما يسمحون لأي محافظ حتى إذا أكو محافظ بي ذرة من الشرف يريد يبني ويعمر ويبرم عقود مع شركات أجنبية، هاي المكاتب الاقتصادية اللي تابعة لهيئة الحشد اللي يديرها فالح الفياض وأبو فدك والناس اللي موجودين المجرمين الباقين وياهم، ما يسمحون للمحافظ يسوي أي مشروع، لا مشاريع تحلية ولا تبليط ولا بناء مدارس ولا بناء مستشفيات نموذجية. ناس جايين يسرقون البلد ويدمرون البلد كل اللي أرضاء إيران. إيران جاي تنتقم من السنة ومن الشيعة. إيران ما راح تسمح لهم للحكومة أن يبنون ويعمرون ويسوون بنية تحتية. الحكومة حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية لحد الآن عايشين بالبناء اللي بناه صدام حسين من 63 ولحد 2003، كل الوزارات والجسور والمدارس والكليات والجامعات والمرافق الصحية كلها بناها النظام السابق. هم ايش بنهم؟ مصطفى الكاظمي وسابقيه من حكمة على كرسي رئاسة الوزراء، شنو إنجازاتكم؟ شنو انجازاتكم في سبيل احنا كعراقيين ندافع عنكم؟ شنو انجازاتكم قياسا بالاقليم كردستان اللي تحشون عليهم وتقولون دول اكراد ودول كذا وكذا؟ روح شوف الاقليم شلون عايشين حياه كريمه وموفرين كل شيء، بالرغم اكو مشاكل بس عندهم دوله وقانون وشوارع وابنيه وجاي يطورون فسهم. انتوا سويتوا في جنوب العراق؟ احنا كمناطق غربيه بغداد ومناطق غربيه صارت فيها عده صراعات، ارهاب بالقاعده وارهاب داعش وغيرها وارهاب الحشد، لكن الجنوب كان مستقر، البصرة والميسان والنجف والعمارة كلها مستقرة. شنو بنيتوا بيها؟ ما بيها إرهاب، بيها أنتوا إرهابية. اللي يشيل الكاتم ويقتل بالبصرة هذا هو من الحشد، هو منكم وبيكم. والمواطن العراقي المفروض هسه يصير عنده وعي أن من اللي جاي يقتل؟ هذا الشيخ العشيرة الكعبي من قتله، المحامي بالبصرة من قتله، آلاف انقتلت على إيد الحشد. كافي عاد مراوغة وكافي واحد يكذب عن نفسه. السلاح الخارج عن نطاق الدولة هو للحشد، ومصطفى الكاظمي وكل العراقيين الشرفاء يعرفونه. مصطفى الكاظمي يعرف منه خارج عن نطاق الدولة يحمل السلاح وشايل باجات رئاسة الوزراء وياخذ راتب من رئاسة الوزراء ويدعي بالمقاومة. كل متى يطلعون هذول المحللين السياسيين اللي تابعين للحشيد قال المقاومه وحكم حوار المقاومه، احنا ناكل مقاومه؟ وزير التجاره يوكلنا مقاومه؟ وزير الصحه يوكلنا مقاومه؟ كافي كذب. ذولاك الامريكان روح اضربوهم بالصحراء وباي مكان. اما تيجي بالاعلام تحكي لي مقاومه؟ كلكم كذابين، ناس عتاقه دواره وهسه صارت بديكم. باجات رئاسه الوزراء عندكم وين لاقيها؟ وجكسارات وغيرها، اما ارواح الناس عادي عندكم. نعم. شكرا لك اخ صباح. كرار من الناصريه، حياك الله يا كرار. نعم استاذ، اولا تحيه لك ولقناه جمهور حياك الله اخوي. اولا نحب نوصل رساله من قناه شاشتكم الكريمه اللي هي خالد الناصريه جاي تصير بفعل التيار الصدري، المحافظ من التيار الصدري وهذا مدير الصحه مال الناصريه من التيار الصدري، التيار الصدري ونفسي تصالح محمد عراقي علق تعليق على منشور على انه لازم الناس لازم نعيد هيبه الدوله في الناصريه، ترجع حتى التغريدات مالته وتشوفن التيار الصدري يردون شلون طلعنا مظاهرات عليهم وما نخضم لهم، جاي يسوون بينا هيش وجاي يحرقون بينا وجاي يسوون بينا ويسوون من امال هذه. احنا اليوم ناشطين الناصريه وثوار الناصريه
مسؤوليه كافه نحملها للتيار الصدري ومقتدى وزعيم مقتدى الصدر. هاي الميليشيات المنفلته، الميليشيات اللي تقتل وتسلب وتنهب خيرات العراق من شماله جنوبه كلها بامر مقتدى الصدر، ويدري بيها اذا كان يعلم، واذا كان ما يعلم احنا نحب نوصل له ونقول له يا سيد مقتدى شيل ايدك من العراق كافي، احنا شباب متنا على يدك، هواي شباب سقطت على يدك. ونسي الحادثه، الحادثه هم بعد الشر الثاني اللي اعطيك اياه شلون صار اتفاق سياسي. نفسية اليوم الصبح كان اكو حريق بالجسمه بوزاره الصحه بالطابق اللي يحتوي على ملفات الفساد، ها، وبنفس اليوم حرقوا مستشفى الناصريه. هاي وزاره الصحه تابعة للتيار الصدري، وهاي المستشفى خاطر يغطون على الحريق اللي صار بمستشفى بوزاره الصحه بالطابق اللي صار اللي تحتوي على ملفات واوراق فساد وملفات فساد. صار الحديث هنا خاطر الناس تنشغل بيمن، تنشغل بالمستشفى مال الحسين، خاطر ما تصير ذاك الحريق اللي صار بالوزاره، شنو نتيجته واللي صار، يعني اللي يغطون هاي بهاي. نعم. شكرا لك اخ كرار. بعد ما نشر احمد الخفاجي رسالته وصارت اكو عده ردود على مواقع التواصل الاجتماعي وبصفه رسميه، خلونا نشوف اول نداء قدمه صالح محمد العراقي اللي يقول عن نفسه وزير القائد. فصالح محمد العراقي نشر نداء، شوفوا وياي نانا بالنداء شو يقول. كخطوة أولى لابد من العمل على إقالة محافظ الناصرية فورا، وخصوصا بعد إقالة مدير صحة الناصرية، ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة في الناصرية وأمنها واستقرارها، ثم العمل على تطبيق الأنظمة الصارمة داخل المستشفيات الحكومية وفي جميع المحافظات. آخر شيء هاشتاغ إقالة محافظ الناصرية مطلبنا بتوقيع صالح محمد العراقي. أحمد خفاجي همين نشر على تويتر رد كاتب بي التالي: أبناء ذي قار الكرام، تدور شائعات كثيرة الآن في صفحات التواصل، لا توجد أي صفحة أخرى لي غير هذه الصفحة. حمى الله ذي قار وأهلها من كل مكروه، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، أدعوكم للتهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار لمخططات الأعداء. وراها الصفحة الثانية لأحمد الخفاجي المسمى بأحمد غني الخفاجي نشرت التالي: أولا، اختارني الشعب الناصري وليس السيد مقتدى الصدر، مع جل احترامي له ولجمهوره، هنا أكو ألف علامة استفهام لأن الشعب مختارك. ثانيا، لن أستقيل إلا بطلب من السيد السستاني دام ظله وأهل الناصرية الشرفاء حصرا. والله هم أهل الناصرية وأهل العراق كله من يوم اللي طلعوا بثورة تشرين لليوم يقولون كلا لعملية سياسية وما رايدين ولا واحد معدكم. فإذا تقول أهل الناصرية الشرفاء فهم ما يردوك وما يردون كل واحد بالعملية السياسية. على السيد مقتدى الصدر أن يبعد وزارة الصحة عن محاصصة التيارة الذين استحوذوا على كل شيء في مفاصل الوزارة حتى التشايتشي. أربعة، رحم الله من قرأ الفاتحة على شهداء الناصرية، وكاتب قرأ غلط، قراء كاتبها. هاي الردود اللي صارت. عندنا اتصال ابو مصطفى من المثنى، حياك الله ابو مصطفى. السلام عليكم، تحياتي لكم. حياك الله اخوي. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تفضل. كادر قناه الموقر، حبيت اني اشارك بهذا الموضوع اللي صراحه صار لنا 3 ايام ما نايمين من كثر الفاجعه اللي اصابت ابناء الناصريه. تشرفنا اخوي. تنصاب بها العراقيين. أخي العزيز، رجاء أنا أتكلم، لا تقطع عني الكلام، أنا أتكلم بصورة مباشرة. قول. شوف وأقول لكم، بالنسبة للشعب العراقي انتهى بعد كل شيء. إذا ما تقاومون وتحملون السلاح بوجه الطغيان والظلم الموجود، أنتم شعب جبان. هاي أول هواية تارية، شعب يقتل يوميا، كافي دماء، كافي. إلى متى؟ إلى متى الدماء يا اخي؟ جبناها من زاخان الفاو، اكو بقعه ما صارت عباره عن دم، نهرين صرنا نهرين من دم، مو نهرين من يا اخي. عجيبه، انتم الى متى ساكتين؟ الى متى يعني السكوت هذا شنو؟ لا يفيدكم ترى لا سيستاني ولا غيره، ولا كلهم هذول عباره عن عجم او قتله مجرمين، كلهم هذول حللوا دم الشعب العراقي. مقتدى الصدر وغيره وقيس الخزعلي، هؤلاء كلهم مجرمين وهم غارقين بجماعه الشعب العراقي. لا ترجون من عندهم اي شيء، ماكو انتخابات، لا توجد اي انتخابات، ما نطلع الانتخابات ولا يصير انتخابات، ونحل ابو الانتخابات، ابو الديمقراطيه، دماء الشعب العراقي اهم من عندهم، والشعب العراقي هو السلطه الوحيده تتحكم،
وماكو قضاء كلها كذب بكذب. اخي العزيز الشعب العراقي يسمعني كل الزين، اخواني اعزائي انتظروا انتظروا، ثوره يجب ان تكون من زاكو للفاو على كل الطبقه السياسيه، على كل القوميات، على الطائفيه، على العنصريه، على العشائريه. بعد ما اريد ملينه ملينه صار 20 سنه يعني، كملوا ما خربت صدام حسين، هؤلاء مجرمين عسل من صدام حسين. الى متى الى متى هذا السكوت؟ كانوا انتم جبناء جبناء انتم، شنو شنو مصطفى ابو مصطفى؟ يعني اذا اريد نحكي على الديمقراطيه، يعني هو مبدا الديمقراطيه ان يعني يحكم الشعب نفسه بنفسه. ماكو ديمقراطيه، السلطه للشعب، ماكو ديمقراطيه، كذب. هذا اسلوبه، ضحكوا عليه بالديمقراطيه ورؤساء الكتل هم يتحكمون بيه. مو انا جايك، يعني هي الديمقراطيه شو تقول، او مبدا الديمقراطيه او تعريف الديمقراطيه ان يحكم الشعب نفسه بنفسه، من الديمقراطيه ان تكفل حريه التعبير عن الراي، ذني وينهم بالعراق؟ ما موجود يا اخي العزيز، ما موجوده هاي مضحكه، جاي يضحكون علينا، يضحكون علينا باتفاق بين ايران وامريكا وبين هاي الجلاوزه اللي اجت وياهم. اخي كافي مليانة بشرفك، احنا اهل النفط اهل الغاز، ما عندنا كهرباء، الله اكبر، وكم هاي النهرين ما عندنا ماي، وكم ما صايره، هاي ما صايره ولا دايره بكل السماوات. كفرونا حتى من الدين، حتى من الدين طلعونا من نعم نعم. شنو الكافي ملينا كافي عن ابوهم لابو جابهم علينا. نعم شكرا شكرا لك ابو مصطفى. ابو فاطمه من النجف حياك الله ابو فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك ولكافه الاخوه. حياك. ونعزي اخوتنا واهاليتنا في الناصريه في هذا المصاب الجلل. هذا ضحية العملية الإجرامية اللي يعني متقصدة. والأخبار أخي أفل اللي توصلنا من إيران، هذه الحادثة، هذا كان من تخطيط أحد الإيرانيين الذي هو مسؤول في الأمن الحرس الثوري اسمه حسين طالب. نعم. رئيس أمن الحرس الثوري دخل العراق بالأسبوع، والطريقة الآن الجديدة للمجرمين في إيران هو زعزعة الأمن في العراق إلى أقصى درجة. ما يريدون العراق يستقر أبدا، خصوصا قبل الانتخابات، يريدوها فوضى كما كانت في 2006 و2007، لأن إيران تريد أن تزيد أمد الفوضى في العراق يعني إلى أبعد حدود. نعم. فهذا يريد أخليها بين يدي قناة الرافدين، وللإعلام أن والخبراء وغيرهم يتحققون من هذه المعلومة. هذا المجرم اللي تم يعني يدخلون، طبعا هم المسؤولين أمنيين في الحرس الثوري وغيرها يدخلون العراق دائما من وقت إلى آخر ويججون هذه الصورة من الإجرام الوحشي. ما أعتقد في عراقي أصيل يقوم بهذا العمل أبدا، إلا نعم. ناس مرتزقة مخدرة، ناس ما عندها لا دين لا أخلاق لا شرف لا أي شيء. نعم. قتل الناس بهذا. الآن نريد أن نعرف، يعني يقال ستكون لجنة، شو نسوي إحنا؟ أني يعني أشد أؤكد على كلام الأخ اللي قبل قليل تكلم، بأن على الأهل الناصرية أن يقوموا بإسقاط كل الدوائر الأمنية والدوائر الإدارية في الناصرية، يسيطروا على الناصرية. هذه الآن الشرارة لابد أن يستغلوها، لأن إذا سكتوا غدا يتم إحراق مكان ثاني. نعم نعم. لا شرطة أخي، لا جيش، لا أي شيء. إذن وين الأمن؟ وين أمن المواطن؟ هو بالدرجة الأولى. فإذا أخي احنا نريد من أهاليتنا من الناصرية وينتبه باقي المحافظات، ترى ستقوم هنالك سلسلة من هذه الإجرام الوحشي في حرق. وطبعا تم حرق كثير من المستشفيات، هاي ليست المرة الأولى. فاحنا نريد من الناس، من اللي يستطيع اللي يقوم، يعني أخي بعد ماذا نخسر احنا؟ شنو اللي واحد شخص خسر كل عائلته. نعم نعم. ماذا ينتظرون أخي؟ ماذا لازم أن يتم السيطرة على بناية المحافظة وعلى مراكز الشرطة وعلى يدافعون عن أنفسهم؟ ما في أحد يدافع عنهم، ما في أحد يحميهم، لأن هؤلاء المجرمين الذين يأتوا على ماطور سكل أو سيارات وكذا،
في 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 المساء والكاميرات مصورتهم، لا شرطة لا كذا، يلا نعم خلي نعم القبض عليهم يطلعوهم ويعدموهم. نعم شكرا شكرا لك ابو فاطمه. طبعا نرجع الى 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 رساله اللي نشرها صالح محمد عراقي، قال بها كلمه: العمل على ارجاع هيبه الدوله بالناصريه وامنها واستقرارها. والله ضحكت. اذا نريد نحكي الصدق، احمد الخفاجي محافظ، يعني رئيس السلطه المحليه، يعني رئيس السلطه التنفيذيه بالحكومه المحليه، يعني هو ينوب عن رئيس الوزراء في محافظه ذيقار، اقال مدير صحة عنده أسبابه. اللي صار وراء الإقالة هذا كله يبيع هيبة الدولة كله بقشر بصل. وين هيبة الدولة بالموضوع أصلا؟ شغلة ثانية، أمنها واستقرارها، يعني أنا أحب أقول له أنه الأمن والاستقرار ما ينبني بالهراوة أو بالبندقية أو بالخطف والقتل. الأمن والاستقرار ينبني بالاقتصاد، ينبني بالأمان، ينبني بالوظائف، ينبني بالرواتب، ينبني بالخدمات، ينبني بهالسؤال ذني. لما أنت تشبع الناس ولما أنت تقدم لهم راح يوقفون وياك، لكن أنت مجوع الناس وتقتل بيهم وتخطف بيهم وتعذبهم، ويطلع واحد حسب الدستور هو إلا حرية التعبير ويقول لك أنا ما أريد فساد وما أريد تدخلات خارجية وما أريد عدم سيادة بالدولة وما أريد أنه واحد يتحكم بيه وأريد أحكم نفسي بنفسي، تخطفه وتعذبه وتقتله وكواتب وما أعرف شنو. وين هيبة الدولة بالموضوع؟ أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخويا أفل. حياك الله أخويا. الله يبارك فيك أخي أفل. هو إحنا نقول لك الله يا عراق، يعني هم إحنا صرنا مستعمرة للعجم والأمريكان والإسرائيليين ما شاء الله وكل الدول المتحالفة. نعم. هو وين الهيبة مال الدولة؟ يعني وينها؟ وين؟ يعني بس أعرف يجي رئيس الاستخبارات والمخابرات الإيراني ويطب العراق بكيفه ويعطي تعليماته والشغلات إرادتها إيران، وين عندنا دولة إحنا؟ يعني هاي مستشفى بالناصرية. هذول شنو يعني؟ مو بشر يعني؟ مو عندهم عوائل يعني؟ المفروض واجب الدولة، إذا كانت الدولة بأن تحمي المواطن من كل شيء، من حمل الحار، من البيت، توفر له أشياء هواية، هاي كلها ما متوفرة. لأن جاي الجو للعراق خنازير الأرض، يعني بما معنى يعني ناس ما يعرفون الإسلام ولا يعرفون تقاليد الإسلام ولا تعاليمه. يعني اكو امراه وتبكي على ابنها وعلى زوجها وعلى اخوها وعلى بنتها، يعني دول شنو قلوبهم؟ يعني دول ناس مرتزقه، يعني عجم على اسرائيلي على امريكي على بريطانيا على كافه الدول المتحالفه. زين دول شنو يعني؟ الى متى العراق يظل العوبه بيد دوله؟ يعني انا اتعجب، يعني انتم يا شعب العراق كل الكوارث بس المستشفى هاي، مدينة الطيب ونبات مال الحسابات ومال العقود ومال الاستعراض كلها. يعني انا اتعجب شنو انتم من بشر؟ يعني خنازير الارض ما سوت هيج، يعني انتم عداوه ويا الشعب شنو؟ يعني المريض ما خلصان منكم، ما عنده هسه فلوس يروح المستشفى يعني يموت. زين انتم وين امور وزاره الصحه الميزانيه مالتها؟ يعني بضحك على الذقون. يعني انا والله العظيم انا لو يعني اشوف يعني صعبه العراقي هيك يقتل بشيء يعني رخيص بالنار، يعني بالنار. يعني ما يقول البشر لما يحترق شو يحكي؟ شو يقول؟ شنو الالم اللي فيه؟ هذول جايين مرتزقه بقتل العراقيين، تجويع، تهجير، تدمير، قتل، ارهاب. يعني هم هذول عباره عن مجموعه ارهابيه متسلطه على الشعب العراقي. يعني لا اتعجب الى متى الشعب العراقي يتحمل المذله والمهانه. نعم. لا حصه تموينيه. زين هسه هاي الناس المحافظات المدمره، يعني فكروا ها صار كم سنه ما انتهت الحفله مال داعش مالتهم هم دواعش هم صارت حكومه، يعني ما فكروا يبنون؟ ما يبنون، انا قلت لكم قبل ما يبنون لو تنقلب الدنيا. نعم. لان دولة مرتزقه قتله ارهابيين. نعم. فالحل بيد الشعب اخي افل. نعم. الحل بيد الشعب. نعم شكرا لك ابو حسن. تعرفون شو شبه لكم الحال بالعراق؟ العراق ملعب مطوبه
واحنا الطوبه، او سياده الدوله هي الطوبه، واكو فرق ايراني وامريكي وماكو حكم بكيفهم، والمتفرجين هو الشعب. وش يصير مشكله بين الفريقين؟ ينكتلون الناس من فوق. هذا اللي دي يصير بينا هسه احنا. ابو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله استاذ افر، وحيا الله قناه الرافدين البطله. حياك الله اخويا. حياك الله استاذ. بالنسبه مستشفى الحسين اللي صار بيه الحريق الاخير، وقبلها مستشفى الخطيب، يعني العراق بيمر بكوارث يعني استاذ افر، يعني بكلش يعني نقدر نقول حال الشعب او وضع الحكومه ما منتبه للشعب العراقي، يعني من 2003 ولحد الان اللي قاعد بالمأساة اللي صار بالشعب العراقي استاذ أفل، يعني ما ممكن بالعالم كله ما صاير مثل كارثة العراق. فيعني الطائفية مرينا بها، القتل على الهوية مر بها الشعب العراقي، جابونا داعش وسووا التهمة على شعبنا بمحافظاتنا الغربية وهن تامرة ونصرية وموصل، يعني دمروا المناطق بما بها هي وعوائلها. قالوا 2000 داعش موجود بموصل، كتلوا لهم 40,000 واحد من الشعب العراقي، ولا كأنهم هذول ناس عزل مدنيين أحد طالب فيهم. ليش هذول انكتلوا بأي سبب؟ ولا الحكومة، حكومة الكاظمي وأي حكومات ما قدمت لهم شيء سوى القتل والدمار للشعب العراقي، وزيف الدم تواصل من هاي الحكومة، وليس انه هاي حكومة بل سلطة الاحزاب اللي قاعد يحكم العراق، والمنتات اللي قاعد شافها بهنا بالغربية ما شافوها نهائيا بالعالم كلها نهائيا، ولا احد من عندهم صرح قدم استقاسة. اللي قاعد الخراب اللي دمرونا بهن وناس، ولا السجون اللي هم قدروا يطلعون العفو العام يخلون السجناء الأبرياء اللي ما عندهم شيء يطلعوه، الآن السجون مليانة، الدمار مليان، الحرائق متواصلة. يعني يا ريت لو على مستشفى الخطيب ممكن هالعدد اللي راح 100 أو 150 وتنتهي، بل الامور دا تصير اسوء بين فتره وفتره. دا نشوف حرائق، دا نشوف المجازر اللي سابقا بدي قالوا عليها بعد ما انهاء داعش، شافوا مجزره الفرحاتيه والاسحاق، هاي مناطق القتل الجماعي اللي بيصير من قبل سلطه الاحزاب، والحكومه سوف نحقق من هذا الموضوع فسوف نحقق. فهاي حكومه باطله، حكومه كاذبه تكذب على الشعب العراقي، لان هم جايين اساسا على قتل الشعب العراقي وتدميره، ويعني اخذ خيراته وسرقه امواله. اللي قاعد يشوف، انا اتعجب على الشعب العراقي، يعني اللي قاعد يشوف هيك وضعيه، ليمه السكوت؟ لو اكو دوله صادقه استاذ افل تحب شعبها، لا والله الواحد مثل شلون ما نقول اللي راح من عنده طلع القاتل وطلع المجني وسبب التقصير واهمال هاي الوزارات اللي هي حاسبتها سلطه العذاب، لكن حكومه الكاظم واي حكومه ما تقدر تحكم لا وزير الصحه ولا وزير الداخليه، ما تقدر توقفهم بوجههم، لان تعرفهم هذول اجنده ايرانيه، يعني من قبل هادي العامري وغيره اللي هم مسيطرين على الشعب العراقي. ومختلف الصدر اللي هو نفسه اللي قادر على وزاره الصحه وربعه كلهم اللي هم المسؤولين، فما قدروا ما يقدرون يحاسبوهم نهائيا، يعني سلطه الاحزاب فوق حكومه الكاظم واي حكومه تجي تحكمها. فاحنا لازم الشعب العراقي لازم نتكاتف لاخراج هاي الحكومه الحميله اللي دمرت دماء الشعب العراقي والنزيف الدم متواصل من 2003 ولحد الان، واي خدمه ما قدمت الشعب العراقي. الشعب العراقي هو ممكن ان يقدر يرفضهم ليله ويوم يطلعهم، بس صبره لما هذا الصبر يا شعب. فان شاء الله راح تصير ثوره عليهم، انهاء هاي الحكومه وانهاء هاي العمليه السياسيه اللي حكمت من 2003 ولحد الان. ونريد ان شاء الله من شعب العراق كله يتكاتب شمالا غربيا. اللي قاعد يصير بالناصريه قاعد يصير بالشمال، واللي قاعد يصير بالغربيه يصير ببغداد، فكلهم ابناء شعب عراقي واحد وما يهمهم. بس لكن ان شاء الله سوف ان شاء الله الشعب العراقي يتحضر تظاهره، لابد ان نتخلصهم وتخلص هاي الطبقه الفاسده استاذ افل. اذا ما توجد هاي الثوره لا يبقى نزيف الدم ويبقى القتل ويبقى
كل هاي الامور. نعم شكرا. نعم. شكرا شكرا لك ابو عمر. بس انا اريد اسال سؤال واحد اوجهه للي وقع، يعني مستشفى ابن الخطيب ترى نفس حاله همنا، ما بيها شروط سلامه. اللي وقع على استلام المستشفى والمبنى ورا من بنت ووقع عليها وقال هي صالحه وافتتحوا المستشفى وراها، ضميرك مرتاح؟ ده تقدر تنام الليل وانت سببت في وفاه عدد كبير من الناس؟ والحكومه وين من هالموضوع هذا كله؟ يعني بدل ما مصطفى الكاظم يدوخنا انا راح افتح تحقيق بسبب الحريق، انت افتح لي تحقيق شلون انبنت المستشفى اصلا فلين. ما اعرف. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه والاكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، صدق الله العظيم. نعم. استاذ افل، الفساد وسوء الاداره والافلات من العقاب هو سبب الكوارث والفواجع اللي جاي تصير عندنا بسبب هذه الطبقه السياسيه الفاسده. نعم. استاذ افل، من المفارقات من الصغر ربونا وعلمونا بانه الشمر حرك خيام الامام الحسين، ومن ذاك الوقت احنا نبكي ونلعن الشمر، لكنه تبين اللي عاشوا على شعار الشمر هم احفاد الشمر، لانه اللي حرقوا خيام عيال الحسين فهم نفسيتهم اللي حرقوا خيام مستشفى الحسين بالناصرية، هم دول نفس السلالة. فللأسف الشديد أبناء الطائفة الشيعية اللي أنا منهم أتمنى أن ينتبهون بأنه اللي جاي يغلوكم بهاي الشعارات هم ناس دجالة وناس منافقين وكذابين. فوعوا يا ابناء طائفتي، اوعوا وانتبهوا لافعالهم الدنيئه اللي جاي يقتلوكم يوم بعد يوم وما يتحرك لهم شارب، لا من رجال دين ولا من رجال دين سياسيين، لانه بهذه الفاجعه استاذ افل. نعم. على هذه الفاجعه اذا اكو دوله شريفه وسياسيين شرفاء والله يستقيلون، لكن هذول هم لصوص وسراق ويعرفون هم مو ابناء هذا الوطن، يعرفون كل زين هم اتباع لدول اقليميه ودول اخرى. فكل اللي جاي يصير بالعراق هو حرب اباده ضد العراقيين، صدقني يا استاذ افل، ما يفرقون بين طائفه وطائفه، ما يفرقون بين منطقه ومنطقه، كل هدفهم هو قتل العراقيين. فاللي اتمناه مثل ما تفضل المتصل قبل شويه قال إيراد ثورة شاملة للتخلص من هذه الطبقة السياسية اللي تقتل العراقيين يوم من بعد يوم وما يهمهم، ولو اشتعل العراق هم ما يهمهم، لأن هم محافظين كل شيء أستاذ أفل، محافظين قصورهم، محافظين طياراتهم، أي شيء يصير هم مرتبين أمور. فاللي أتمنى من الشعب العراقي أن عد هذه المصيبة أن يتكاتف ويعلن الثورة الشاملة، يعني ما اريد ثوره مناطقيه، لا اريد ثوره شامله، اتمنى ثوره شامله كل العراق، كل العراق حتى نتخلص من هذه الطبقه، لانه لو استمرت هذه الطبقه بالبقاء راح مزيد من المفاجع ومزيد من الكوارث اللي تصيب العراقيين. والسلامه للعراقيين يا استاذ افل، تحياتي لك. نعم شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو ياسين من دياله، حياك الله ابو ياسين. حياك الله اخي الغالي وحياك الله المحترمين. حياك اخي افل. انا ما يدي عز هالذيقاب، لولا هاي الدماء ما لبسوا ثوب العز والكرامه والشجاعه والوطنيه، فهاي الدماء الدماء شذا طالع تعزز قوه هالذيقاب البطل، ارض القادسيه، ارض الشموخ، ارض الامجاد والاجداد، ارض الشجر الطيبه المباركه. ولكن مثل ما تفضلت انت تعتب علي شلون تسلمه المستشفى، لا انا اقول لك شنو علاقه الحسن الحسيني بالبناء المستشفى؟ لو اكو دوله تخالفني مثل قبل يقصوا نظامهم هاي المرجعيه، شو صار بيتمشوا شو تسوي عندهم؟ مو المفروض تصير عند الدوله؟ وشنو وقف شنو السني وشو وقف شيعي؟ ليش مو وزاره الاوقاف تبني 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 تتعمر؟ كان النظام السابق هاي الفلوس مال العتبات المقدسه يسوي بها مشاريع للبلد، وين مشاريعهم؟
ما بتنسوا ما تجيكوا يخبرون الباب الخمسة الزلاجين يحرقوا هاي العالم الأبرياء. فكتار أوعدهم وعد وذكرك فيه سنة زمان إذا بقى الشعب مكتوف الأيدي لهذا الجاني تقوم بالله العظيم ناس الدماء كلب أبو النجم بين العرب الشيعة للصلاة وبين الإيرانيين جاي يخططون على تبديل المرجع خاص نايمين ما أدري بسوق هذا سيستان انتهى دوره نفذ لهم هسه يجون واحد غيره شلون أمريكا من الحاكم الخان العميل ولا ما ينهون خدماته يضيعون حظه حق السامة فهذا السلسلة راح يقيلونه يبدلونه راح يجون مرجع إيراني حقيقي ويحقونه بالعراق وينهي لأن كل هاي العتاب المقدسة كلها تضر تضر مال الأموال لإيران يسب إيران وإحنا باقيين ما شاء الله يوم محروقة مستشفى يوم حارقين الحمصة يوم قاتلين السمك يوم مال دواجن حتى السامع وهاي الشباب جاي يذبحون بيها باليمن وبسوريا شنو حقول دواجن انت جاي تدافعون عن نظام البشار مو بعد اليوم هاي العطله شنو عنوانها مو عطله تموت شنو الزواديه شنو القسمه حتى السامع هذه يا شعب كافي كافي بالله يا شعب كافي بالله ترى لا تظلوا تصيحوا المال ما شيعة علي وشيعة علي احنا عمنا كنا عراقيين مسلمين كنا ولد هذه الارض الطيبه كفى المخادعات منو قال انه ايران شيعه عمي ايران مو شيعه ايران مجهود ولا اذكركم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه الاخيار قال لا كسره بعد كسره هذا القطع نهائيا كسره مسعود وهذا الحقد على ذي قال يا اخي افلس هذا ارض القادسيه ام عباله من اقول ارض القادسيه عبال مع القادسيه الثانيه لكن القادسيه الثانيه تاج على وسه ولكن اذكرهم بالقادسيه الاولى بقياده سعد بن الوقاص رحمه الله على روحه وكان في زمان الخليفه عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه اللي كسر كل اوسام واصنام المجوس اللي كسر الامبراطوريه وانت كسر هذول الحصالات فهسه في ناس تطبل ورا ايران هاي مرجعيه ايران عمي كافي عيب احنا المرجعيه العراق النبي قال العراق عرق الامه والكوفه جمجمه العرب جمجم العقل تجيب لنا شرع من ايران شنو السستاني شنو الصدر شنو بطيخ عمي تبوا على شكرا 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 لك ابو ياسين بس عندي رساله واتساب لازم اقراها اول رساله وصلتني تقول العراقيين شبعوا دم وشبعوا اذيه ماكو بقعه على ارض العراق ما شربت دم العراقيين يوميه شهداء يوميه اموات قلوبنا ماتت صرنا من نسمع انفجار لشهداء عادي عايشين حياتنا ولا كانه اكو شيء الله ينتقم من كل شخص اذى العراقيين ما اقول غير تطلع بعزازهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسي عليك أخي أفل الصقر والأخوة العاملين على هذا البرنامج ولا أعرف من أين أبدأ حقيقة هل نهنئكم بعيد الأضحى أم نعزيكم في شهداء مستشفى الحسين أم نواسيكم قهرا وذلا على ما يلحق بنا كشعوب عربية أصبحت حياتهم والأموات لا تختلف وأن تفوقوا الأولين عنا ونحن على وجه الحياة عندما أشاهد مواطن يصرخ بأعلى صوته وبيده كسرة جدار المستشفى الذي اشتعل على من فيه أكو حتى بأفريقيا قارة الجوع والفقر لم يوجد بها مستشفى بني بالفلين والمواد سريعة الاشتعال أريد أوجه سؤال لرئيس الحكومة فخامة الرئيس هل كنت تعلم أن هذا المستشفى شيد أو هل اطلعت على أسس بنائه بتلك المواد وكيف تعمل دائرة صحية في بلد مثل العراق والذي كان الأول عالميا في مجال الصحة يوسف بركة من فلسطين رسالة أخرى السلام عليكم أبو حاتم من الموصل تحية طيبة لك أستاذ وللجميع أستاذ باسمي واسم كل أحرار وثوار العراق نعزي العراق وشعبه عامة وذي قار العرب خاصة وذوي الشهداء بهذه الفاجعة المروعة والأمل ذي قار وموضوع كارثة مستشفى ذي قار التعليمي مفتعل بعلم الحكومة من قبل ذيول إيران حزب الدعوة والميليشيات التابعة لإيران ويتحمل المسؤولية المالكي والعامري والخزعلي هذه الجريمة البشعة قرت عين الشيوخ العشائر ورجال الدين بدون استثناء حي الله أهل الناصرية وذي قار العرب تاريخ العراق والسلام عليكم رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمم المتحدة مع الشيطان ومجلس الأمن الدولي حقيقته مجلس الإرهاب الدولي ماء العراق بلعته إيران والنفط سرقته إيران وأمريكا وأحرق المستشفيات بالغاز والشعب حرقته إيران وإسرائيل ليترك الشعب العراقي بسبب لهيب فصل الصيف وقطع الكهرباء عنهم وجميع الدول التي لها يد لحرق العراق وهي من عينت هذه الشلة الحاكمة ومتفقة معها على قتل واعتقالات الشعب وإخراج أكبر عدد منه ليتشرد إلى دول الأعداء ليبقى عدد قليل جدا من العراقيين ليسهل السيطرة عليهم إلى يوم القيامة رسالة أخرى تقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله تعالى ينتقم منكم شر انتقام يا سياسيين القمع ويا قتلة النفوس البريئة. حتى الفقير القاعد ومأمن ببيته ما خلص منكم، هدمت بيوت الناس وحولتوها منتجعات ومنتزهات لصالحكم بحجة التجاوز يا خونة، لكن الله يمهل ولا يهمل، ويوم الخلاص منكم ومن شركم كلش قريب، وإن الله على نصره القدير لقدير. عفوا، ابن الوطن من صلاح الدين. كان هاي رسائل الواتساب اللي وصلتنا. أنا بس عندي تساؤل للسياسيين وأولهم مصطفى الكاظمي والبقية، مستشفى ابن الخطيب ومستشفى الحسين التعليمي من انبنت بهاي المواد الغير صالحة أصلا لبناء مستشفى، تعرفون بها لو لا؟ ولما انبنت مستشفى ما بها منظومة سلامة عامة، ما بها منظومات إطفاء، تدرون بها لو لا؟ مصطفى الكاظمي بدال ما تروح سوي لي لجان تحقيق ليش احترقت المستشفى، سوي لي لجنة واحدة وشوف لي ليش انبنت أصلا بهالطريقة هاي. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.